الكلنا تشغلنا تحديات اليوم بتاعنا، وأحنا معكم باش نسمعوكم ونوصلوا أصواتكم للمسؤولين. مع المواطن، برنامج أسبوعي يهتم بمشاغل المواطن ويقدم الحلول بحضور المسؤولين على الحياة فهم. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120. مع المواطن، كلمتك مسموعة. مستمعينا الكرام، على السلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 وبيان على باج فيسبوك إذاعة الحياة فهم. هذه أولى حلقاتنا من برنامج مع المواطن، البرنامج اللي سلط الضوء على مشاغل المواطنين وين ما كانوا. مع المواطن البرنامج باش يقرب أكثر للمواطنين ويحاول يتطرق لمشاغلهم وخاصة إيجاد حلول مع السلطات المعنية. هذاك علاش في كل حلقة إن شاء الله باش تلقاو المواطن والمسؤول وجه لوجه في برنامج مع المواطن. حلقتنا اليوم باش هزنا المنطقة جواودة التابعة لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان، المنطقة اللي تبعد تقريبا أكثر من 25 كيلومتر على القيروان المدينة. المنطقة هذه تعاني في عديد المشاكل، ولعل أبرزها والشغل الشاغل للمواطنين الطريق الرئيسي. نمشي وترتيحة مع الموسيقى وبعد نرجع نحكي بأكثر تفاصيل على موضوعنا. الطريق الرئيسي لمنطقة جواودة يعاني من برشا مشاكل وحالته مهترئة، الشيء اللي سبب معاناة كبيرة لمتساكني المنطقة. هذاك علاش اليوم مانيش وحدي، يحضروا معايا ضيوف، سعيد جدا باستقبالهم. مرحبا بك سي عبد الوهاب عبد القادر معتمد شبيكة. مرحبا بك وكل العاملين والعاملات في إذاعة الحياة فهم، وتحية لكل المستمعين والمستمعات. مرحبا، نورتنا سيدي. كذلك مساعد رئيس بلدية سي الهادي ملاط، مرحبا بك. مرحبا بك سي حسين وبإذاعة حياة اف ام وبكل المواطنين المتدخلين في منطقة جواود. شكرا سي عبد الوهاب، مرحبا. مرحبا بكل العاملين في قناة حياة سي عبد الوهاب، أصيل منطقة جواود فجر مشات. مرحبا بك سيدي، نورتنا. قبل ما نبدأ ونمشي ونتابع تقرير من أعداد زميلنا بلال دريديو بعد نرجع. كياس هذه مشكلتنا نحن على الكياس، كياس حالة يرثى لها، كياس مهر وهاكم جيتوا على غفله وشفتوا الكياس، كياس راهو في حالة ما طالبين حتى شيء، ما طالبين حتى شيء، طالبين كان كياس، قنطرة راكم شفتها، قنطرة غادي مش تطيح بيدها. الركاب عندهم حق ونحن عندنا حق، الركاب مشاكل غادي في المحطة ومشاكل هنا، يجيك غادي المحطة يقول لك شيء عادي، أخوي هو عنده حق بالشيء ونحن عندنا حق، زاد قطعتنا زاد نخدموا عليها، لقطوا عليها في خبزة، لقطوا عليها في خبزة وخبزة صغارنا، فهمت؟ هذاك مورد الرزق نتاعنا، هذاك هو مورد رزقنا، كان النقل الريفي نتاعنا نخدموا به ولقطوا في خبزة، هما عندهم حق باش يروحوا ونحن عندنا حق زاد باش نشوفوا كرام نصلح، ونهار نخدموا ونهار في الكراج نصلح. ياسر علينا ولد عمي، هما عندهم حق نحن عندنا الحق، راهم كياس تهرك، كياس حاله يرثى لها، كياس دقدق، كياس مدقدق، راكم شفتوه على عين المكان، راكم جيتوا وشفتوا على عين المكان. جينا امراه مريضه في فندره، ما نقولش كهربت تعدينا باش تهز تنقذها، الكياس مدقدق، تفضلوا ولدي يمشوا معنا، لانه كياس مدقدق اليوم السنه بس ربي ما نقول نتعدوا، نمشوا للواجهات مساكين تلقاه يقول لك دقدقنا، نهار يركب ونهار يصلح، موبيلات ميتور يطيح مولاه من الحفر، تمنع من الحفر يجي فيها ربعه. تفضلوا امشوا معنا الفندره وشوفوا ولدي بعيونكم. احنا المشكله نتاعنا هو الطريق، هو المرفق الاساسي، فهمتي المنطقه، هو العمود الفقري. اذا كان هو العمود الفقري ما يتصلحش وما يتعملش، كيفاش تحب المنطقه مش تنجز حاجه ولا تنجز حاجه وتقدم وتعمل حاجه، فهمتني؟ اذا كان رسول الله نقل الريف يهبطوا بالكمبيالات والله اعلم به ولا يدين ولا ما عرفش كيفاش ويتكسروا نهار يصلح ونهار ويخدم، مش معقول زيادة، فهمتني؟ وانك شفتوا الطريق انتم وشفتوا معاه ومازال قدام، كان تشوفوا قدام تشوفوا اكثر الطريق. نهار لا الابيلونس ودي تهز. يودي الابيلونس ما يجي حد، يودي ما يجي حد، تراك ترى فيه سوق انت، ما نعرفش سوق، سوق هنا ينصب وطريق مكسر، تمول النصاب باش يهرب، يجي مره اثنين ويهرب. فهمت؟ الراكب، الراكب وقت يجيك غادي هو من حق وانا من حق. خذ يفرض عليك وقم توصلني ولا هو المركز ضرب ضربتيه وكنا نهار بعد نهار ذيك مش كل نهار جايك الشرطه فاكين ولا فلان عامل محضر 150 الراكب عنده حق والنقل عنده حق به خي مسكين وقت يعملوا محضر 150 دينار هم مش يخلصوا هم كان باش يصلح باش يخلص محضر الراكب راه عنده حق لكن الحق هو الطريق لو الطريق جت معموله ومصلحه ومريقله ما يصير الشيء هذا الطريق هذا محفر الطريق هذا مش الطريق هذا الطريق ما عادش زلاويات باش نبعه زلاويات باش نبعه ما يتعدوش يلزم واحد تاخذ وتطلع لبرا هذا الطريق هذا يخرج في منطقه في لحيه قمح وزيتون ورمان وكذا من حاجه مش معقول هذا يلزم لفته كريمه يلزم تعملنا برنامج يلزم كيس هذا كيس هذا هذه الاولويه عندنا 800 متر
قاعد مخصوص علينا والطريق خدمون سمينا هذايا وكلامنا للسيد المعتمد وكلامنا للشيخ ونا عندي وليد معاق حب كيلومتر هذا ينجم يخدمه هنا وولدي كي يتصب مطر ولا تاتي حاجه يطلع برا ما يبقاش في الدار يبعد عليا حكايه 10 15 يوم وعندنا عائله كان امراه بالحس تقعد مطيشه كان واحد مريض يقعد مطيش كاي حاجه هالمسك الفيع هذايا راهو محبس على كل شيء نطم من السلطه ومن الشيخ ومن العمده يلزم يتضرر فينا ويخدم لنا الطريق هذايا. مرحبا بكم رجعنا من جديد. خليني نبدا الحوار نتاعي مع سي عبد الوهاب الخليفي. مرحبا بك. خلينا ناخذ فكره على هالاشكاليه اللي تعانيوا فيها في المنطقه. بالنسبه لمنطقتنا نحن تو تحدثت على الجوادة وهي الجوادة فجر ويسات طريق واحدي الطريق هذية يمكن مذويبات حتى البحيرة الفج ما تتجاوزش 18 كيلومتر والبحيرة هذية متاع الفج السد الجبلي الفج اللي هو للأسف هو حسب المهندسين قد تساعد 3 مليون متر مربع ماء لكن تو سارح فيه الساعي ما ثم حد شيء. منطقة السيد المعتمد هو موجود ويعرف معناها نحن همنا الوحيد هو هالكياس هذا الطريق لكن نحن تو في بعض برشا حالات يتعذر علينا مع الجايبين كان ناقل ريفي هاك تسمعوا في شكاياتهم وبكاه كان فلاحه مش كلها بكاميونات اللي عنده كاميون تضمر وما عندوش كاميون يفري كاميون مره يهرب عليه المره الاخرى والله عنه فلاحه هم موجودين تو مركبين على الواد في الفج في السد هذايا بابورات بالمزود والله فلاحتهم لا يزال حتى كان يتسول تو على الدواب يمشوا للجلول شاقين الجبل اللي يهزوا على بهيمهم وكريتهم. يعني اصحاب السيارات واللي عندهم كوامن ما يدخلوش للمنطقه هذيك. ما يدخل يمشي لها مره بالكرا ما عادش يعاود يدخلها هذه كياس كياس في حاله رديئه جدا. ما فيه قنيطرات صغار مره على مره تقول هذه الكهرباء تو تطيح بركاب هنا كذا فيها ركاب ولا خضره. الكار تهز تعبي في 150%. راه مش شوي في 7 ولا 8 كيرا كياس راه ما يرقدش كياس استراتيجي كياس ما يرقدش ليل نهار خاصة خاصة السي راه كيما قالوا كنت في الرمان في الزيتون في الشعير في الحبوب في الدلاع في الدرع في كل شيء ناس كادحة ناس فلاح حتى اللي قري في صغيرات ومش ناجحين تلقاه معلم ولا استاذ ولا اي كان خارج معاه يخدم معاه بالمسحة يدور معاه في سعياته اسيدي حتى نرجع قطيع الماشي هذا حتى العالفة مش لاقيينها نحن علاش نحن هنا ناس مستعدين باش ناخذها هالرخصه اللي عطوا فيها للعالم ونزودوا منطقه نخلوا القطيع البي الحاجه موجود في فجر ويسقط وموجود في الجواوده ونمشوا حتى لحدود السبيخه باش ناخذوا نمشوا لاتحاد الفلاح الفلاحين في الشبيك يعطينا بون وفي شكاره ولا شكارتين نرجع هذاك متغدوه نكروا كاميون ب 20 و 30 الف باش يمشي يجيب شكاره ولا شكارتين من سيدي محمود شوف نلقوها شوف ما نلقوهاش هاي ابسط الحوايج هذه خلنا نحن ناس نحبوا نخدموا على الواحد هذي ما طالبينش الدولة بحاجة مثلا عارفين دولتنا في الوضع الحالي ثم برشا حوايج ما يتعالجوش تو لكن ثم حوايج تتعالج تو ها سيدي الكياس نحن نبكوا عليه ونشكو الكياس هذا موجود 18 كيلومتر هو السيد المعتمد يصنع فيه الكياس اللي حدث في جديد هذا حوالي 5 كيلومتر السيد المعتمد 5 كيلومتر يمشي كيلومتر بركة لأربع ديار ولا خمسة ديار نخرج شيك ودير ومفايد وكان يحمل ويد الفج وجاء العام هذايا مش وجا فيها في عام ممطر والله يهزوا الويد ونسجلها على روحي تو اللي يجي الويد مرة ولا اثنين الفج اللي ذنب علينا ربي بالغيث النافع والله ما نلقوه في الكلبية الكيس مش يعني بقيت الكيس هذيك وكان جيت معناها المهندسين اللي يخرجوا ويكيلوا ويعرفوا ويقولوا يجي من هنا كان جو حتى يتشاوروا يجتمعوا بالناس والله هاو يصلح الكيس الام هذايا يا رسول الله نخلوا الام تجيب فيها الناس كل وماس البشريه الكل سواء فلاح سواء قطيع ماشي سواء نقل ريفي سواء شركه النقل الجهوي للنقل كلها تتشكى من الكياس هذايا ونمشوا نعملوا والله السيد معتمد سامحنا على الكلمه هذه سي عبد الوهاب قداش عندها الوضعيه نتاع الطريق هذا؟ الطريق هذا من التسعينات لتو كان في العهد السابق قبل 10 سنين هذوما ثم صيانه ثم يجوا يصلحوا شوي يحفروا على الاقل يسكتوا يهجعوا شوي 30% منه يهجعش بالنسبه لتو تجاهلوه تماما ما فماش مسؤول انهار وقف على الكياس قال هذا يلزم وهذا يتقد وبالحق انتم راكم معذورين وهاكم تاعبين ونحن ما طالبين شيء طالبين ناس نخدموا على ارواحنا اهم حاجه طالبينها هي اعطينا الطريق وفرنا لنا عالفه لا قطيع الماء كيفاش تحبوا الناس تشدوها للريف كيفاش تحبوا تشدوها للجبل لذا واضح اسيدي حاجه اخرى سيد محمد يسمع فيه بالله خلينا نوصل لصوتي راه ريقي مر
مثلا العبد لله ولا غيره عنده أرض، أرض ما تحبوا تاخذوا الأرض، أنت تحبوا توصل خضرة باش خضوريتها ما باش تجعل فلاح. هيجي وقف علي يقول لي بالله أنت زيتونك 14 ساعة جيعان، يهاونوا مهندس هاوريك تلبيه وتخلص فيه الدولة. قال لي أشوف لك نقطة تاع ماء هات يقول لك احفر هنا تقل ما يدي معي حد شيء يشد لي ظهري برك بالتشجيع يدلني كيفاش نعمل. ما ثماش هذا مفقود واضح وضعنا ومورد الرزق الاساسي بتاعنا هي فلايحتنا هو قطيع الماشيه وهالطريقه هذا يهمنا الاساسي. وسامح السيد معتمد واضح واضح. سيد معتمد كنا تابعنا مع بعضنا تقرير وكنت شاهدت الوضعيه نتاع المتساكنين كيفاش تقريبا الشغل الشاغل نتاعهم هالطريقه وهما تقريبا حكاوا قالوا انهم توجهوا للسلطات المعنيه وتوجهوا سواء للمعتمديه او للولايه لكن ما لقاوش اذان صاغيه. علاش ما وقعش تجاوب معاهم؟ ما نعرفش. شكرا لك تو وقع تجاوب معاهم ولا وقعش تجاوب معاهم هذه قبل النقاش. انك تقول لي ما لقاوش اذان صاغيه نجم نناقشك فيه. اما حبيت نوضح بعض المسائل. اخونا عبد الوهاب ذكر عرج على مسألة تعبيد الطريق اللي يربط حاليا اللي الأشغال قاعدة قائمة فيه هو الطريق اللي يربط بين فندرة والطويبية معناها في الرويسات، وقال هذا طريق ماهوش لازم وكان من الأفيد أنه نعبده ونصلحه الطريق الرئيسي اللي هو طريق ذويبات فندرة. ما هو كيكس يا عبد الوهاب. حبيت نوضح حاجة للمستمعين والمواطنين في كل من الجواودة والرويسات أنه المشروع هذا مشروع وطني مبرمج على حساب الوزارة ومبرمج من عام 2015 برمجة سابقة. وثم مسألة أخرى نوضحها للمواطنين، في الوزارة ثم اعتمادات يتم رصدها للتهيئة أو التعبيد عن إحداثات جديدة، وثم اعتمادات يتم رصدها للصيانة اللي تو قاعد يتخدم في إطار التهيئة أو التعبيد من إحداثات جديدة. ما تنجمش فلوس مرصودة الكياس مش نعملوه جديد مش نعملوه مش مش يصلحوا به كياس قديم، نجيو الكياس فندرة الذويبات اللي من ذويبات الفندرة في حدود 11 كيلومتر كي نوصلوا الفج يوصل 16-18 كيلومتر. هو صحيح حالته رديئة جدا وهذا واقع ما ينجم ينكره حتى حد، وبصيفتي معتمد المنطقة تنقلت قداش من مرة ونعرف وضعيته. إذا كان نقولوا ما ثماش تجاوب من المسؤولين وإلا المسؤول ما سمعناش، راه هذا حديث مجانب للصواب. وإحنا هو على فكرة سي عبد الوهاب هذاك رأي المواطنين. أي المواطنين مع كل احترامي للمواطنين ونحترمهم ونقدرهم، وأني بصيفتي مسؤول كنت نتمنى أنه يكون الكياس مكيس ان شاء الله. يعني نفرح اذا كان يكون حتى طبي ماذا بي يعني بيدي انجاز يحسب انجاز يحسب للدوله وهذا حق، هذا حقي مشروع مشروع المواطنين. ولكن تبقى المساله مساله توفر الاعتمادات. احنا في نوفمبر اللي الفارت كنا توجهنا بمراسله للمصالح الاداره الجهويه للتجهيز لاعداد كلفه تقديريه. قلنا لهم شوفونا المشروع هذايا التصليح نتاعو الكياس قداش يتكلف، وجانا الرد في حدود 1,726,000,000. 11 كيلومتر باش يتصلحوا يلزمهم اعتمادات في حدود 1,726,000,000. المسألة إذا مرتبطة بعدم توفر الاعتماد حاليا بالنسبة للمجلس الجهوي لولاية القيروان. ما عندوش امكانيات حاليا، ما ثماش امكانيات باش يمول المشروع هذا. احنا حاليا تو في اتصال مع السلطه المركزيه مع وزاره التجهيز، ثماش امكانيه باش نوفروا الاعتمادات هذه باش نصلحوا الكياس. هذه سي عبد الوهاب احنا يعني المراسله قدامي والرد نتاع التجهيز هو قدامي. من هذا جانا الرد في 5/11/2021 وبشهاده التجهيز المسلك المذكور في حالة سيئة جدا. إذا هذا راه ما ينجم ينكر حتى حد، وهذا حق للمواطنين في الجوادة وفي الرويسات لأنه استغلال مشترك يستغلوه جماعة فجر الرويسات ويستغلوه المواطنين نتاع الجوادة. متضرين الفلاحة سياراتهم الخاصة، ومتضرين سواق النقل الريفي وأصحاب سيارات النقل الريفي،
وهذا ما ينكره حتى حد. واحنا ماذا بينا في صورة ما إذا توفرت الاعتمادات هو من المقترحات الملحة ومن الطرقات ذات الأولوية. كيف زاد ثم بعض الطرقات الأخرى في معتمدية الشبيكة اللي تتطلب التدخل، واحنا في حدود الإمكانيات قاعدين ندخله كسوا في عماد الجوادة ولا في غير عماد الجوادة باش نصلحوا الوضع ونحسنوا من ظروف العيش. سي عبد الوهاب جست باش نمشي مع سي الهادي ملاط ومن بعد نرجع لك. سي الهادي، هل تم رصد الميزانية لإعادة التهيئة ولا؟ شكرا لإذاعة حياة اف ام على إتاحة مثل هذه الفرصة. الطريق اللي ذكرناه واللي هو طريق ذويبات فندرة هو شريان حيوي بالنسبة لمنطقة الجواودة وأصبح غير صالح للاستعمال. وإذا كان باش نزيدوا نعرفوا أكثر الأهمية متاع الطريق هذا، أنه عدنا فيه ما يقارب 18 اللواج متاع نقل ريفي، وفيه تقريبا يومين يمر عليه تقريبا ما يقارب 4 أو 5 كيران لنقل التلاميذ. هذا دليل على أنه الطريق هذا هو طريق هام بالنسبة للمنطقة هذه، وهي منطقة فلاحية من الدرجة الأولى كما ذكروا الخيان المدخلين، وأنه تقريبا هو اللي يوفر بالنسبة لمنطقة الشبيكة يوفر الجزء الكبير من الخضر والغلال والحبوب خاصة، يعني هو طريق حيوي جدا لكن أصبح غير قابل للاستعمال. نعرفوا اللي الامكانيات متاعنا واللي نتيجة الكوفيد واللي هو وضع عالمي واقتصادي، ونشوفوا تو زاد كيف مشاكل الحروب اللي هي ربما مش زيد تضايق أكثر على الاقتصاد متاعنا، وشوالي توجه ربما أكثر إلى توفير المواد الغذائية وغيرها. لكن ربما نفكروا في بعض الحلول، ما هيش الحلول أنه ديراك التو باش ننجموا أن نهيئوه أنت نجدوه على الأقل كما تعمل في الطريق متاع سيدي علي بن سالم، وأن وقع إصلاح النقاط السوداء على الأقل نخف شوي الضغط على المواطنين، لأنه بالحق فما صعوبة في التنقل، وأصحاب لواجات النقل الريفي وهو منهم سي عبد الوهاب ما يحبوش يدخلوا لداخل المناطق هذه، وعندهم حق لأنه اللي يدخل سيارته بالطبيعة تتعطب، ونعرفوا كلفة السيارات ونعرفوا الوضع بالنسبة ليه. ورغم ذلك حتى إذا كان يدخلوا ربما أنت سي عبد الوهاب على خاطر تسكن في المنطقة تدخل إجباري عليك، لكن فما بعض اللواجات الأخرين اللي ما هوش ولاد المنطقة ما ينجموش يدخلوا، وعندهم حق كيف ما يدخلوش، والمواطن زاد عنده حق يتمتع بالنقل. هذي سي الهادي خليهم في عزلة، خليهم اليوم النقل خليهم في عزلة، صحيح خليهم في عزلة. الطريق هذا يراه حتى معناتها إذا كان نحكو على معناتها الصيانة متاعه، هو الصيانة راه ما تجيبش حتى نتيجة، لكن ربما تنقيس شوي، وأنه النقاط السوداء لأنه فيه نقاط سوداء إذا كان صبت أمطار خاصة ما يعديش خلاص، نحاولوا تصليح النقاط السوداء هذه في انتظار أنه يتم برمجته لإعادته كاملة، لأنه أصبح غير صالح هو وحتى الأخرين يشكلوا خطر بالنسبة للجسور اللي فيه، أصبحت تشكل خطر. يعني بالتالي الطريق هذا معناتها نتوجه من هنا للسلطات المعنية وبحضور السيد معتمد المنطقة، وأنه تتضافر الجهود الكل سواء تجهيز المجلس الجهوي، وأنه يوقع على الأقل إصلاح النقاط السوداء في انتظار برمجته، لأنه هو يتطلب تكاليف وربما تكاليف أكثر حتى من اللي قدروها للتجهيز، لأنه نعرفه وأنه تقريبا كل شهر ولا كل شهرين المواد متاع البناء وغيرها معناتها ترتفع الكلفة نتاعها، وهذا بطبيعة الحال الدراسة اللي تعملت ربما في 20 ولا في 21 لو كانت عودها تو مش تولي معناتها دراسة مضاعفة. بالنسبة لكن زادة ما ننكروش وأنه الدولة قاعدة تقوم حاليا فما طرقات كما طريق العميرات كما طريق اللي يربط ما بين اللي ذكروا ما بين فندرة وما بين فجر ويسات، طرقات هذه راهي زادة شريان حيوي ومهم حتى لمنطقة الجواودة. صحيح هي في حاجة معناتها أكثر إلى تهيئة الطريق هذه، ولكن كل إنجاز يتم في المناطق نتاعنا إلا ونثمنوه، وهو بطبيعة الحال مش يعود بالفايدة على المناطق، لأنه هذا فيه حتى أيضا سكان تابعين لمنطقة الجواودة لمنطقة الرويسات اللي هما باش ينتفعوا بالطريق هذا، واللي هما كانوا في عزلة تامة نتيجة تواجد الطريق هذا معناتها في هارية وفي أرض طينية اللي ما ينجموش زادة، وهما توانسة ومن حقهم باش يتعمل الطريق. احنا نثمنوا الطرقات اللي تعملت، ولكن نطالبوا أنه بتحسين الطرقات اللي ما زالت في حاجة، ولا حتى فما طرق أخرى مازالت ما هيش مبرمجة. بالنسبة لنا كبلدية، نرجع كبلدية، البلدية نعرف وأني بالنسبة إلى المسالك الفلاحية والمسالك الريفية هي من مشمولات المجلس الجهوي للتنمية،
لكن البلدية حسب إمكانياتها تنجم تتدخل بحاجات بسيطة اللي هي ربما تفك شوية العزلة. بالنسبة لنا برمجنا تقريبا تهيئة جزء صغير وين فما المدرسة وين المستوصف وين كذا، عملنا كذلك مجهود متاع ترصيف متاع إنارة عمومية، لكن الإمكانيات متاع معناتها تهيئة الطريق تهيئة الطرقات في المناطق الريفية البلدية ما عندهاش إمكانيات، والميزانية متاعها بكلها ما تنجمش تهيئة طريق الجواودة، وبالتالي هو طريق يتم التهيئة متاعه على مستوى المجلس الجهوي وعلى مستوى الوطني، لأنه طريق معناتها المسافة متاعه تتجاوز تقريبا 18 كيلومتر، وإذا كان مش تكون التهيئة متاعه كاملة يمكن يتجاوز حتى 4000 ولا 5000، معناتها نقولوا نحن 5 مليارات ولا 4 مليارات إذا كان مش يتعاود كامل 18 ولا 19 كيلومتر. كذلك عملنا شوي ترصيف في 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 المدارس العمومية، عملنا شوي إنارة في المدارس وفي التجمعات السكنية، فما شوي مثلا تهيئة ملعب في مدرسة الجوازين وتهيئة المدخل متاعها، في مدرسة الجواودة كذلك ترصيف، في مدرسة الرمضانية إنارة عمومية في المناطق هذه، إلا أنه بالنسبة إلى الطريق هذه هي تتطلب مجهود وطني حتى ربما حتى على المجلس الجهوي عنتها يصعب ياسر لأنه كلفة متاعه مرتفعة جدا. لكن هنا سيل هذه تنجموا تدخلوا حتى بالإمكانيات اللي عندكم واللي تنجموا تدخلوا به، النجم ندخله في حاجات بسيطه، لكن راهو الطريق ويظهر لي شفته حسب الصور وانت ربما شفت حسب الصور ما نعرفش تنقلت على عين المكان ولا لا، لكن نحن رانا نتنقلوا على عين المكان ونعرفوه الطريق، معناتها قلت البارح بركه ونحن في نطاق الاستشاره الوطنيه تنقلنا للطريق هذا ونعرفوه طريق معناتها بصراحه يتطلب معناتها كلفه كبيره وميزانيه كبيره، ما هيش جزء بسيط ماكش باش تصلح في 100 متر ولا في كيلومتر ولا في 6 كيلومتر، راهو تقريبا 18 كيلومتر كلهم اصبحوا غير صالحين للاستعمال. هو سي الهادي هو حتى بحضنا سي عبد الوهاب يقول انه ماذا بينا حتى حلول كما نقولوا احنا حلول ترقيعيه على الاقل ولا حلول كما نقولوا وقتيه ثم انظرا الاموال اللي ترسل فيها الدوله ثم ترشيدها كيفاش تصرف ولا ما ثمش شكون اللي يشرف عليها باش يرشدها في وين باش يحطها الفلوس يا رسول الله نخلوا لم تمس البشريه كل وما قلتش انا ضد الطريق اللي تعاملت هذه مش جيب من هكا ما ضد حتى شيء ناي الحاجه اللي تجي للمنطقه نفرح بها ونعتز اما ثم تو انت عندك فلوس ما ثم شكون يرشدها وين مش جي اولويات هو سي عبد الوهاب كان حكاية وخلك الميزانية والكلفة متاع هالمشروع هذا كلفة كبيرة بعضها ما قلناش نعملوا جسور ونعملوها بزوز مليارات ولا بثلاثة مليارات ولا لكن هو الكلفة متاع سي عبد الوهاب نحن نرقع الكياس عملنا نقاط السود نصلح الكياس خلي العباد تسكت خلي الدب تاخذ على روحها الساعة نعملوا الهم اش عندنا في اللي جينا نحن ماذا بينا راهو جسر وتعدى ناس من اللوط ونسمع لكن نحن هات نصلحوا هذا الصيانه سامر ما رينا شيء اسيدي اكثرش من مساكن فلاحيه والسيد معتمد ياسمع بي والله العظيم تسكرت علينا راهي ثنايا دولي ثنايا تاع حك عرضها 12 و20 متر الفلاح من شيره والاخر من شيره والتحديد بيناتهم هي يا رسول الله ما تخسرش علينا 100 متر مزود تطلع على ماسحه كل في العام مره مساكن الدوله توضحها وتشوف هذه ما ثماش ثم مسالك فلاحيه تو معدومه خلاص علاش ما يتفكروهاش حتى بقرادين انت تحذوا على المليارات وهذيك وهذيك هذا عندنا تقرير طول وعرض هو سي عبد الوهاب نحبوا نقاط السودة هذية وهالمشاكل العارضة للمواطن اليومي خاطر نحن يهمنا راهو اسمعني زاد انا ما نحبش نقرا بالستيل وبالوان نحب نحكي لك بعروق وبالواقع انا ننقل في واقع الواقع العايش وتوسي الفلاح اللي نحن تو مسؤولين عليه هنا فلاح منهم وبسيط منهم نحن نعانوا في معاناة مرة من كل شيء حتى من وليداتنا طرد انت 7 ولا 8 كيران يمشوا في الطريق هذية الطريق اللي ما ترقدش راهي لا ليل نهار خاصة في فصل الصيف طريق استراتيجي طريق الدعم في السوق الجهوية والمركزي مش تعزيز الاقتصاد الوطني صحيح ما يرعونهاش خلاص هي رقعها صلحها لنا واضح سي عبد الوهاب هني يقولوا لك ماذا بينا حتى حلول وقتية
مش ما طلبوش توا انه باش يعاد التهيئه للطريق كامل، لكن هما بيدهم يعرفوا الكياس يعرفوا الكياس قداش يتكلف والاعاده قداش مش تتكلف وكل شيء، ذا يعرفوهم. طلبوا انه على الاقل مبدئيا حلول وقتي. ما نعرفش اسكو اليوم تنجموا تدخلوا انه على الاقل ترقعوا ولا تشوفوا حل هكا جذري. خلينا نرجع، سامحني خلينا نرجع نوضح مسألة أخرى لسي عبد الوهاب. يبدو أنه ما فهمنيش بكري كي قال ترشيد النفقات والفلوس متاع الدولة. قلت لك المشروع متاع طريق فندرة الرويسات مبرمج من 2015، وراهي الوزارة كيف ترشد فلوس باش تكيس كياس من جديد نوع وباش تصلح كياس نوع. يا رسول الله المهندس الجاي يعمل في فلوس كيما كان ينزل بالكوبر. سي عبد الوهاب، سي عبد الوهاب، سي عبد الوهاب خليهم يسجل كمل الفكره نتاعو. السيد المعتمد عنده حق، نحن عاذرين ومش على السيد المعتمد. نحن نحكو في ترشيد هالاعتمادات هذه. مو ثم مسؤول يقول هاي الاولويه لهنا مش لهنا. هذه مش تمس الفرق مش تمس نعرف. خلي جوست يكمل الفكره نتاعو. اني سي عبد الوهاب تكلم قد ما تحب، راني ما نقصش عليك. واضح. المهندس اللي جاء باش يعاين لانه مبعوث لمعاينه الطرقات المزمع تعبيدها من جديد. بالنسبه للطريق نتاع فندره الذويبات راهو خرجوا له المختصين المهندس نتاع التجهيز. قال ما عاد فيه تذكر الفجر. قال ما عاد فيه الفجر الذويبات. اي الفجر الذويبات خاطر يمس فيها ناس تسمع فينا ومش هاكين بحيره الفجر الذويبات. خلي كمل. سامحنا لا سمح. خذ راحتك. خذ راحتك. المواطن هو الملك. خذ راحتك. المهندس نتاع التجهيز قال الطريق هذا ما عاد فيه ما يتصلح. ماشي نقطة ما عاد فيه ما يتصلح. يطلب إعادة تعبيد تهيئة أو صيانة من أول وجديد. ما عم فيش ما يكذبوش على العباد. ما فيش نقطة ولا اثنين ولا ثلاثة باش نرجعوه. ما فيه ما يتصلح. ما يلزمك سي عبد الوهاب نفهموا اللي راهو معني حسب المهندسين خلك الطريقه ذي ما عادش فيه ما يتصلح. ما فيش ما يتصلح. لو كان هما ماذا بهم راهو حتى كيما يقولوا احنا شافوا حل وقتي باش المواطنين هكا باش ما نكذبش عليك. واني قلت لك بصيفتي مسؤول قلت لك المهندس قال ما عاد فيه ما يتصلح. يا يتعاود الكل يلزمه يتعاود الكل. احنا تو قاعدين باذلين مجهوداتنا الكل باش نوفروا الاعتمادات اللازمه باش يتعاود الكل الفايت الناس الكل. كي بالنسبه تقول لي الفج على عيني وراسي كيما اي تجمع ساكن وكيما اي جهه في معتمديه الشبيك. وماذا بيا بصيفتك انت مواطن اصيل عماده الرويسات زاد نثمنوا الحوايج اللي صار. احنا درنيرمون مازال كي انطلقت اشغال تعبيد مسلك العميرات اللي يربط بين طريق الفج دوره الكلاتوسه بطريق الوسلتي على طول 4.5 كيلومتر. عندنا مقاول يخدم في طريق بين فندرة وبين فجر الوساط. عندنا طريق قريب بينطلق هو طريق النويرية في الجواودة على طول 4 كيلومتر. عندنا مشروع ما سرح للشراب في النويرية في الجواودة قيمة 630,000 دينار. المقاول توصل في مرحلة تسجيل الصفقة وقريب توجي يخدم لأنه هذيك إمكانيات الدولة. ما نجموش نعملوا كل شيء فرد وقت. يعني واحد من الناس لو كان جاو عندنا ثم امكانيه باش نخدم الطريق نخدمه بو كي نقول نخدم مش نخدمه بفلوسي بفلوس الدوله. كان نجمو ثم امكانيه باش نخدمه طريق فندره الفج ماشي فندره الذويبات الفج ماشي الذويبات فندره. ماذا بيا اليوم قبل الغدوه يعني انا بيدي نتنقل غادي وماذا بيا نمشي لكياس مستو وانت وما وتبدا تخدم ونبدا متهني والمواطنين معنا في ظروف طيبه. في ظروف باهيه. لحد الان حاليا باش ما نكذبش عليك قلت لك حاليا في الساعه الحاضره هذه الاعتمادات ما زالت مش متوفره. هنا طلبنا ورسلنا حتى الوزاره وان شاء الله في اقرب اذا كان في اقرب وقت ممكن يتم توفير الاعتمادات ويتخدم الكياس كامل 18 كيلومتر ولا 17 ولا 16 وان شاء الله يقعد هذا كان حديث. ونطلبوا المعذره من المواطنين وكل واحد قاعد يعاني في المعاناه في معنا من جراء استغلال المنشاه هذه الطريق هذايا في وضعيته السيئه. الغالب هذيك تو الامكانيات نتاع الدوله ما نجم نقول لك حتى شيء. باش نقول لك نكذب عليك نقول لك راه مش نجم نصلحوه غدوه ولا بعد غدوه اللي يخرجوا التجهيز. انت تعرفوا سي عبد الوهاب اكثر مني ما فيه ما يتصلح صحيح ولا؟
سليمة في مثلا ثم حاجة أخرى سيد المعتمد جرب إشبيها الدم غتجي وراء الضربة تجي على أختها بالضبط إشبيهم الأربعة ولا الأربعة متاع العميرات والأربعة اللي ملقات فيه مشوا للطويبية ولا أربعة ونص ولا قديش إيه منك أنت لفت البحيرة في الفجر هذا السد الجبلي متاع الفجر قديش فيه من فلاح يأخذ مسقف على الأقل 10-15 فلاح هي ها هو أبجل في التو هو علاش أنا قلت لك معناه ترشيد معناه أنت السيد المعتمد معناه الرجل هذا قبل هذا ثم أولويات علاش الفلاح هذوك توها ما مسهم شيء لا جوهم 4 كيلومات لا 3 كيلومات لا تخدمت لهم الدوية على الأقل يولوا يجيبوا العميرات ويمشوا لسويتهم غادي سوى الشبيكة والجلولة والوسلاتي والقروة ما تخدمت لهم حتى شيء هذوك قاعدين معزولين والله يصدقني يهزوا في بضاعتهم الجلولة على الدوية على الكرارية هذه معناها الدولة علاش ما تقويمش وتراعي معناها وهذه مسؤولية السيد المعتمد خاطر المسؤول الأول في الجهة هو اللي يعرف ما نعرفش إذا كان يلزمني نزيد نفسر لك مرة أخرى ولا يزيك فهمتني فهمتك لكن فهمتك راهو اسمع راهو المشروع على جايين على بلاصة واحدة لا 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 مش حاشاك ولا تجيك على بلاصة واحدة ولا زوج بلايص لأنه كيف الدولة ترصد فلوس باش نكيسوا كياس من جديد تقول لك أني مش الفلوس هذه عاطيها لك باش تقترح عليه مش نكيس كياس جديد ما تقترحش عليا كياس باش نصلح كياس قديم الدوية جديد كي يتصلح يقرن جلولة بالشبيكة ها مش جديد حتى الطريق العميرات هذا يقرن جلولة بالشبيكة هو نفس الطريق العميرات الدوية هذوك ايه انا هم مش يخدموا 4 كيلومتر يولوا نرتاحوا من المشاكل هالفلاح هذوك ربما يجيبوا اثنين اخر ان شاء الله ان شاء الله وانت قلت لي بكري قلت لك ان شاء الله هذا معناه نحبوا هذا خلينا نرتاحوا شوية ساعة نخرجوا فاصل موسيقي وبعد تو نرجع رجعنا من جديد مرحبا بكم سيد المعتمد كنت حكيت على بعض الطرقات اللي بصدد الصيانة توا تقريبا في معتمدية شبيكة لو كان أكثر تفاصيل تحكينا على المشاريع هذه للتوضيح هي مشاريع جديدة عنا في إثار تعبيد عدد من المسالك الفلاحية صيانة وتهيئة وتعبيد عنا انطلقت مؤخرا أشغال تهيئة تعبيد المسلك الرابط بين ذريوات هماد والشواربية وصولا إلى أولاد نصر وسنتاج بوعلي كذلك انطلقت أشغال تعبيد مسلك العميرات اللي يربط بين طريق الفج وطريق الوسلاتي على طول 4.5 كيلومتر ومنذ مدة انطلقت أشغال تعبيد مسلك الرابط بين فندرة والطويبية من عمادة الرويسار على طول قرابة 4.5 كيلومتر هذا مشروع وطني إضافة إلى في الأيام القادمة إن شاء الله قريب ما طولش المدة مش تنطلق أشغال تعبيد مسلك النويرية في عمادة الجواودة كذلك انطلقت أشغال تعبيد مسلك المطايرية بعمادة شبيك المركز على طول 4 كيلومتر وهذه كل الطرقات هذه مش تكون تقدم إضافة للجهة ومش تفك العزلة على عديد التجمعات السكنية دون أن ننسى أنه ثم عديد المسالك الأخرى كسوسوا المسالك اللي مازالت مش معبدة وإلا طرقات المعبدة اللي الوضعية متاعها أصبحت سيئة جدا واللي تعيق عبور كسوسوا العربات وإلا المترجلين مثلا عنا طريق الكلينية الدرابلية في عبيدة عنا طريق أولاد الزاير عنا طريق الملالسة عنا طريق المقلق برشا اللي هو طريق فندرة الفج عنا برشا طرقات تتطلب الصيانة لكن مع الأسف الشديد ديما خاصة في الظرفية الحالية اللي تعاني منها المالية العمومية اللي كما قال سي الهادي مش تتأثر حبينا ولا كرهنا بالظروف العالمية بعد ما تأثرت العامين متاع الكورونا جائحة كورونا إن شاء الله احنا ثم بوادر إيجابية وبوادر طيبة خاصة في معتمدية الشبيكة شفت المشاريع اللي كنت نذكر فيهم انطلقت الأشغال فيهم في الشهر الأخير عنا زاد مشروع متماسح للشراب سونيت باش يتم ربط قرابة 150 عائلة في تجمع الخلايفية في عماد الجواد وبمساح للشراب عنا أيضا مشروع لفائدة عماد الرويسات بقيمة 1,300,000,000 لإحداث خط مستقل لعماد الرويسات باش يتم فصلها لعماد الجواد انطلق عنده عديد قدر بعض الأشهر ان شاء الله معناها باش نقضيه على مسألة العطش وقلة الماء في عماد الرويسات قاعدين نسعى في حدود الامكانيات المتوفرة لتحسين ظروف عيش المواطنين ولكن تبقى انتظارات اخواننا المواطنين كبيرة ان شاء الله يكون عندنا الامكانيات باش نستجيبوا الاغلب انتظارات متاعهم
بالتنسيق وبالتعاون مع البلديات. عنا بلدية الشبيكة قاعدة قائمة بواجبها وقائمة بدورة، بلدية عبيدة كذلك. ولكن انتم اولاد القروان، نحن كنا اولاد القروان، وتعرفوا القروان قروان جغرافيا واسعة برشا واغلبيتها ارياف، ديما تبقى قد ما نعملوا ديما تبقى شوية. سي عبد الوهاب، خلينا نحوصلوا اليوم، نجموش نلقاو حل للمعضلة هذه حتى نعرفش انا حتى وقتي هكا فارقيع يحل، رغم اللي كما ذكرت سيادتك وقلت انه المهندسين قالوا انه هذا ما عادش فيه ما يترقع، دونك يلزموا إعادة كاملة. نعرفش نجموش نخرجوا بحل على الأقل وقتي. أو السؤال موجه ليك وموجه لسي الهادي ملاط. مبدئين يعني مانيش فني ما نجاوش نجاوبك، نطلب الفنيين متى التجهيز يخرجوا يعملوا يقوموا بمعاينة أو معاينة ثانية إذا كان يقتضي الأمر، إذا كان ثم نقاط سوداء تعيق سير العربات نجموا ندخلوا فيها بالإصلاح، نجموا نصلحوا عن طريق التجهيز ولا نشوفوا عن طريق المقاولين اللي قاعدين يخدموا، اذا كان نجموا نوفروا الاعتمادات اللازمه ما تكونش الكلفه نتاعها كبيره، ما تكونش بعثه. اذا كان لقينا التمويل اللازم باش يتعاود يتعبد الكل يا حبذا، لانه مش يكون مكسب كبير للجهه، وخاصه بالنسبه لعماده الجواوده اللي هي قطب فلاحي كبير. انتم كنتوا رسلتوا من 2021 والحقيقه هو التو ما موقع التجاوب، نتصور مازال إعادة التهيئة باش تكون مازالت مش تو. ماك تعرف تو من في آخر 2021 نهاية ميزانية والإعداد لميزانية جديدة، مازلنا ننتظروا في بالنسبة للتوزيع الاعتمادات والبرمجة الجديدة. أما احنا قمنا قضايا وجبنا. يعني سي عبد الوهاب أنت ماشي مع فكرة أنه نشوفوا فنيين المهندسين، إذا يطلب الأمر نجموا كما نقولوا احنا نصلحوا اللي نجموا نصلحوه، معناها ماشي في المبدا هذاك راهو ماذا بينا بطبيعه الحال. والكلمه الاولى والاخرى الفنيين المهندسين بتاع التجهيز، تو نزيدوا نتصلوا بمهندسين التجهيز، غياب كامل للتجهيز. تجهيز والسكريبت لسه ما بها قداش طويل، غياب كامل ثم حتى شيء ما يجوناش على التجهيز، ماذا بيه سيد مع المواراه وراس المرش، لكن ما يجوش خلاص ما يجوش وما يعرفوش وما يدروش عليه. كان قبل يا حسن كانت عندهم الصيانه الحفرة تريها العشية الصباح يصبح ياخذ مفيد تولى غالب الإدارات ضعفت الحق، هذا حقيقة يجب أن تتقال ما ثميش ما ريش تجهيز مرة نفحش على كيس يصور ولي شو ولي يقولك بيكش سايس روحك تموت ولا تحت ما ثميش. سلهيدي والله خلصت معناتها الحديث حول طريق ذويبات فندرة، كما ذكرت في البداية هو طريق حيوي ومعناتها تمر منه الناس الكل، النقل سواء تاع المواطنين ولا نقل التلامذة ولا الفلاحة اللي نقل البضاعة نتاعهم. صحيح معناتها هو أصبح غير صالح للاستعمال، لكن نحاولوا وأن ديما على الأقل نقصوا شوي من الحدة، فما بعض الحفر اللي نجموا يتسكروا اللي نجموا يتردموا بالتيفونو، صحيح وقتي نجموا تصب مطر يمشوا على رواحهم، ولكن هذا ما يمنع الزادة باش أنه نحاولوا أنه نحسنوا من وضعية التنقل بالنسبة للمنطقة الجواودة، في انتظار أنه يتم معناتها إعادة الطريق هذايا، لأنه هو بالحق طريق رئيسي وطريق حيوي وهو معناتها اللي يحيي المنطقة هذه كله، اللي تقريبا المواطنين الكل هو المنفذ الوحيد اللي نجموا يتنقلوا منه للمدينة القيروان، واللي حتى الرخص بتاع النقل الريفي كلها مربوطة بمدينة القيروان عبر الطريق هذا اللي هو طريق ذويبات شو اسمه فاندرا. حاليا حسب رأيي إذا كان نتعاون الناس الكل وهذا مطلوب مجلس جهوي بلدية تجهيز، وأنه على الأقل نحاولوا نحدوا شوي، ما نجموش نصلحوه ما نجموش نهيئوه كيما يلزم باش يتهيئ وما نجموش نصلحوه، لكن في انتظار معناتها ربما برمجته على مستوى وطني انه باش يعود باش تكون الاعاده نتاعو تكثيفه معناتها مبدئيه، نحاولوا ان نحدوا شوي من الحده نتاع معناتها الطريق هذايا اللي هو اصبح تقريبا عائق على لواجات النقل الريفي ولا على الحافلات بتاعنا، زاد ما لهم الا ملك عمومي ملك الدوله يتنقلوا فيه اجباري وينقلوا فيه في التلمذات في ظروف سيئه جدا، سواء بالنسبه لوسائل النقل او بالنسبه حتى للتلمذات. واضح. سي عبد الوهاب كلمه اخيره شنو تحب تقول؟ والله
مش نقولوا ياسر نحن نستغل وجود السيد المعتمد نحن تحدثنا على الطريق حتى الفلاحة متاعنا معناه ما الفلاح ما لقيش حتى تشجيع في حد شيء والله منطقة هذه ديما نهر ديما فندرة ذوبيت هذه فندرة ذوبيت فندرة الفج الفج رام زاد يعتمدوا على الفلاح الناس عندهم غير يربوا الماشي وعندهم شوية فلاح والجودة كياسم والله كما قلت لك في الصيف ما يرقدش خلاص لليل لنهار لكن ثم بالليس المعتمد نستغل وجودك نحن تنجمش تعطينا معناها كيفاش الترخيص يكون تاع كعلاف مدعم هذاك نحن توم نربوا في الماشي ثم ونمشوا هكا سيدي محمود نقطه في العلف وما نلقوش وقطيع الماشي الاهم العدد الكبير هو موجود ثم فجر مسات والجود معناها بحضور السيد المعتمد نحن الدرجات موجوده واللي يحب ياخذ هالرخصه هذه الناس يحب ماذا بينا خلجي فسط قطيع ليش يمشي للشبيك 20 كيلومتر ولا 15 كيلومتر باش يقص اشتراك ويصبح متغدوا كاري سياره باش يمشي لسيدي محمود بالكرا باش يجيب شكاره ولا شكارتي هذه هذه الناحيه الثانيه السيد المعتمد بالله ليش تعتبر هذه منطقه هذه خطيه امور فنيه كما قلت خلينا نحكي على الامور الفنيه هذيك هي اللي قتلتنا الامور الفنيه اللي برشا زاد مهندسين يسامحوني اللي ما يستاهلش اللي يستاهل بارك الله فيه اللي ما يستاهلش كل شيء عملوا هنا غلط كانوا في طرقات غلط كان علاش منطقه هذه خاصه انها فجر وسط تعتبر منطقه محجزه ناس معناها ثم ناس عندها راضي شاسع تجيب الزعفران تجيب ني والله يا سيد المعتمد تصدمت كي قالوا تونس مساهله للروسيا واوكرانيا في القمح قلت نحن بلادنا الاف الهكتارات خصبه ومعناها انتاجها تنتج القمح علاش ليش تعتبر هذه منطقه محجزه نحن المهندسين هذوم اللي يخصوا على الدوله شادين الادارات راكدين ومرجدين في العين هي يطلعوا الفلاح هيجا جايش بيهن هذه يرضك هي هرد هات جاي وراقها هاهم هيجا توجيك مهندس يشوفك على نقطه ما وخسر الروح خلي يصبح ولاده حتى كناجحين يكركرهم وراها يلقوا هما فاش ياخذوا فاش لهين على الاقل ما يندموش يقولوا نحن هكا عايشنا بطار جديد باش نشجعوا الناس ضد النزوع وقال شد جبالها وريافه ودوله بلا شريف راهي حتى شيء واضح شكرا لك سي عبد الوهاب كلمه اخيره سي عبد الوهاب شكرا لكم على الاستضافة وإن شاء الله إن شاء الله نتمكنوا من تحقيق البعض من انتظارات المواطنين بتاعنا في فجر الوساط في الجواودة في العوامرية في الشبيكة في الكرمة في هماد في عبيدة بالنسبة للمشاغل متاع الفلاحين عندكم الحق خاصة في أزمة الجفاف هذه بالنسبة للنقطة تذكر الأخ عبد الوهاب نقطة الحصول على رخصة توزيع الأعلاف المدعمة اللي يحب يتقدم مطلب للجنة الجهوية يتقدم ثم اللجنة الجهوية هي تنظر في المطالب هذه مع العلم أنهم هم يتزودوا حاليا من نقطة توزيع في عمادة الترويسات بعيدة شوية لأنها في سيدي محمود ولكن من حقهم اللي يحب يطالب وحاجة يطالب ثم اللجنة الجهوية تنظر ايضا يعني انتم طالبوا سي عبد الوهاب طالبوا وقدموا مطالبكم واللجنه تنظر في الدوسيات نتاعكم ايضا زاد النجم على نطلبوا على لسانهم النجم نطلبوا احداث اذا كان ثم امكانيه باش نجموا نحطوا منطقه سقويه عموميه في جهه الفج اذا كان ثم الموارد المائيه الكافيه نعملوا مطلب للمصالح مندوبية الفلاحة علاش لا ماذا بينا وكما قال الأراضي في فجر الوساط وفندرة من أخصب الأراضي وخاصة هذه أراضي تنتج برشا للزراعات الكبرى القمح والقمح والشعير وإن شاء الله المستقبل يكون خير من الواقع متاعنا تو حاليا كلمة أخيرة تتعهدوا هاكم بحذنا اليوم في الإذاعة تتعهدوا أنكم على الأقل تحاولوا تلقاو بعض الحلول إن شاء الله سي الهادي والله بالنسبة لنا هي حاجة ضرورة وملحة وتحدثنا فيها حتى مع السيد المعتمد وأنه الطريق هذا رأوا في حاجة إلى الصيانة وفي حاجة إلى تهيئته وتجديده من جديد صحيح كما ذكرت فما نقاط اللي نجموا نشوفوا بتضافر كل الجهود ومعناتها بلدية معتمدية مجلس جهوي تجهيز نحاولوا أنه على الأقل فما بعض الحفر اللي هي نقاط سوداء معناتها يعانوا منها برشا نحاولوا هذه نصلحوها في انتظار أنه يتم تهيئة الطريق هذا اللي هو كما ذكرت باللول شريان حيوي واللي إن شاء الله زاد بحضور السيد المعتمد فما برنامج بتاعه معناتها إحداث مدرسة إعدادية بمنطقة جواودة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العدد الكافي للتلاميذ الذين يتنقلون يوميا من جواودة إلى الشبيكة للدراسة في المدرسة الإعدادية أو المعهد الثانوي معناتها وتعرف أنت باش يوافقوا وزارة التربية على إحداث مدرسة إعدادية بمنطقة ما ينجموا يوافقوا إلا بعد دراسات ولا بعد ما تتوفر معناتها العدد اللازم من تلامذة وهذا اللي تم يعني فما عدد كافي أنه باش تكون فما مدرسة إعدادية
هذه أخبار به تقريبا. حتى بالنسبة للأرض هو بحضور السيد المعتمد وهو كان مشكور عمل مجهودات كبيرة وأنه باش معناتها توفر قطعة أرض من طرف مواطن زاد بالمناسبة نشكره. هو باش يتم إعداد مدرسة إعدادية في الجواودة. هذا معناتها بكله يصب في مصلحة الجواودة في مصلحة كذلك الطريق هذا اللي هو شريان حيوي بالنسبة للفلاحة ولا بالنسبة للمواطنين ولا بالنسبة لتنقل التلامذة متاعهم. إن شاء الله نتعاون الناس كل ونحن كمجلس بلدي وبحضور السيد معتمد هو مشكور متعاون معانا نتعاون الناس كل مع المؤسسات حتى معناتها المنتصبة في الشبيكة تعاوننا وأنه باش نشوفوا عدنا التجهيزات لإصلاح الطرقات. لكن ما تعرف الاعتمادات ومعناتها هي كلفتها غالية. إذا كانت تتوفر الجهود وتتظافر مع الناس كلنا احنا مستعدين أن باش ننفذوا بعض إصلاح النقاط السوداء في الطريق هذه اللي هو من شأنه باش يحسن ظروف تنقل المواطنين في منطقة الجواودة. وشكرا لك. واضح. شكرا لك سلهيتي. شكرا لك سيد معتمد نورتنا اليوم. مرحبا بك. شكرا لك سي عبد الوهاب. هكا نكون وصلنا لختام حصتنا. تحيه لنوفل الشرطاني في الاخراج التقني وسهيل السلمي في الديجيتال. الموعد يتجدد الاسبوع القادم في نفس التوقيت. باي باي.